السلام عليكم ومرحبا بكم عندي في القناة. كنتمنى تكونوا بخير على خير. نتوما كتهدوا هذا الفيديو اليوم اللي غادي نشارك معكم هذا الداسك يجي خفيف ومزيون بالنسبة للجلابة أو للقميص. إذا بغيتوا تتبعوا الطريقة تبعوا الفيديو حتى الأخير إن شاء الله. غادي ندي بزاف النصائح كنعطيوها. كملوا الفيديو واللي أول مرة كتهد القناة ما تنساش أنك تشتركي في القناة وتكليك على زر الإعجاب وخلي لي تعليق زوين باش يوصلكم أي فيديو حطيته جديد. بسم الله غادي نبداو. اول حاجه عندي هنايا الخيط مغزول على جوج شعرات، وبالنسبه ممكن اننا نغزلوه كذلك على ثلاث شعرات كيبقى اختياري. الابره النمره 6 انا هي اللي كنستخدم. هنايا كنبداو عادي، غادي نحاول نكبرها لكم باش تكون واضحه ان شاء الله. بحال هكا تهدو كنبداو عادي حسب بحال هادي ما كايناش هنايا. غادي نضربو في الثوب، غادي نثبتو الخيط في الثوب، غادي نضربو مره ثانيه بحال اللي كتهتو. غادي نعملو دريس سنينه اللي عاديه كنعمل خويات. هنايا كنلوي ثلاثه لويات بحال اللي كتهتو. هنايا سنينه عاديه الدرس عادي. ها هي غادي نضرب مره ثانيه في الثوب. ما كنضربوش هنا بحال نعملو الدرس جوج، لا كنمشيو الرصد هادي وكنعملو هايدا اللوي ثلاثه المرات. كيبقى لنا هاد الخويط هنايا صافي. هنايا كنرجعو فيها بحال اللي كنعملو الدرس ديال جوج عادي صافي. هنا هاد الخويط اللي قلت لكم هنايا كنحبكو عليه. أربعة صافي كنرجعو نضربو في الثوب بحال اللي غنعملو الدرس بحال اللي عملنا في الأول. غادي نكملو، غادي نجيو الرصد هادي غادي نلويو ثلاثة تلويات بحال اللي كتشاهدو. كنتمنى أن الفيديو يكون واضح صافي. وكنجيو الرص هنايا كذلك شوف هاد هاد الخويط هذا غادي نحكو عليه. إذا كنتو قاعد تعملو الخيط على ثلاثة ممكن أنكم صافي تعملوه بحال هاد الشكل. غادي نكملو وشوفو كيفاش كيجي غي ديال بحال تقول الدرس ديال ثلاثة. إذا كنتو الخيط على جوج شعرات مغزول صافي كنكتفيو به بحال بحال عملت أنا على ثلاثة. شوف كيفاش كيجي حلو صراحة، كيجي حليلو بالنسبة للجلابة. أنا غنزيد نعمل مرة تانية بحال هكا تشاهدو وكنلويه ثلاثة المرات. بنفس الطريقة يعني مكاينش شي اختلاف صافي. هنايا كنعمل هاد الرويس صافي وكنحبك على هاد الخيط هذا، كنحبك عليه حتى كيعمر. أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود صافي. هذا هو الشكل كيجي صافي. وكنرجعو نضربو في الثوب وكنعاود معكم وحده اخرى بحال اللي كتشاهدوا. كنعملوا سنينه هنا هذا الخيط صدق لي كيتشنتف صافي. سنينه بحال اللي كتشاهدوا كنضربوا بحال اللي نعملوا الدرس جوج، غير هو كنمشيو ديريكت من داك الراس بحال اللي كتشاهدوا. وغادي نحبكو هنايا بهاد الخويط أربعة صافي. كنضربو في الثوب مرة أخرى
انا هنايا كنخدم هاد الجلابه، ان شاء الله غادي نكملها، غادي نعمل معكم ليلى استعراض، واذا بغيتوني نشارك معكم كيفاش خدمتها ان شاء الله. غادي نخدم ان شاء الله القميص، غادي نحط الفيديوهات. الجلابه ما كانش عندي الوقت انني نصورها معكم، غادي نعمل لكم ليلى فقط استعراض، ولكن القميص ان شاء الله غادي نصوره كامل معكم فيديو ان شاء الله. غادي القميص كامل غنخدمو معكم ان شاء الله. اللي بغات تخيط القميص داك الموديل، تسناو ان شاء الله استعراض ديال هاد الجلابه هادي. صافي بحال اللي كتشاهدوا هنايا كنرجع مره ثانيه نضرب في الثوب. صافي كنكمل معكم هنايا، ما كيتسال الخيط عادي بحال اللي كنخدمو الخيوطه كاملين ديال رنداد الدرس بهذه الطريقه دائما. صافي كنحبكو على هذا الخويط، كنحاولوا نجيبو هذا الخيط بحال الاخرين، كيجيو دريس قد بعضياتهم. ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية سعود عشرة. صافي كنضربو انا هنايا، انا هنايا كان عندي الخيط غادي نقطعو. صافي كنستمر عادي هاكاني نعمل معاكم واحدة اخرى ثالثة. نتمنى الشرح يكون واضح. نعملو سنينة، كنلوي ثلاثة باش كتجي شدة فراسة. نضرب الثوب مرة ثانية باش نبدل انا هنايا الخيط. ماما انا واحد جوج ثلاثة أربعة. صافي إذا بغيت نبدل الخيط في هذه المرحلة كنعملو نخشيه في وسط الثوب وكنخدم عادي. صافي هنايا غادي نعمل حرير جديد بحال هكا تهدو، قلت لكم حرير جديد، كنضرب في الثوب عادي وكنكمل الخدمة ديالي فين وقفت. الاوليه كنحبك عليها اربع د المرات، والثانيه كنحبك عليها سبعه ديال المرات باش كيجوني قد بعضياتو. صافي هادي جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة
8 سنت 10. هادي حتى صافي، انا كنسمر بهذه الطريقه القب كامل اللي عندي، نكمل القب كامل اللي عندي بحال اللي كتشاهدوا. شوفوا كيفاش كيجي الشكل ديالو. بالنسبه للخدمه في اليدين، انا ديجا خدمت هذا الطرف في اليدين، شوفوا كيفاش كيجي. هذه هي الموديل السواق اللي قلت لكم ان شاء الله اذا بغيتوني نحطها لكم. هذا هو الدريس كيفاش كيجي، صراحه كيجي مزيان بزاف. ان شاء الله من كمل الجلابه، باقي هنايا خصها تما شويه الشهر هنايا، غادي نشاركها معكم والقاب بحال اللي كتشاهدوه. نتمنى انه هنا الاعجاب ديالكم، وشكرا على المتابعه ديالكم. نتلاقاو فيديوهات جداد ان شاء الله.